السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نحل مع بعض homework 2. اول question هنبدأ بيها هو question 45. هو بيقول ان انا عندي السيركت اللي هو موصلها هنا دي، تمام؟ السيركت بقى اللي هو موصلها هنا دي هي لو حد فاكر من اول حصة خالص، الحتة دي كده او الجزء ده كنا بنقول عليه ان هو ريوستات او variable resistance. طيب هو هنا عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف ان انا بيقول لما احرك السلايدر اللي هو ده، لما هاجي احركه من بوزيشن A لبوزيشن B، ايه اللي هيحصل لللينس بتاع الواير بتاع الريستات، وايه اللي هيحصل للالكتريك كارنت اللي ماشي. طيب لو احنا عايزين نبدأ نتخيل السيركت او نتخيل الكارنت بيمشي ازاي، فهو المفروض ان هو طالع هنا من البطارية، هيخش من عند ايه، هيمشي في الحتة اللي فوق دي كده، وينزل مكان ما السلايدر لامس الكويل، بعد كده يكمل عادي جدا ويطلع من السلك ده ويرجع تاني للبطارية، تمام؟ فدي السيركت بتاعتي. يبقى أنا معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن أنا لو السلايدر بتاعي كان في الأول هنا خالص عند إيه يعني يعتبر، فهو لما هيجي يعدي هيعدي على اللينس ده كده كله، بعد كده يخرج من بي، فهو هيعدي على ريزيستنس كبيرة قوي. طيب لو إحنا جينا خلينا السلايدر في الاخر خالص عند بي، هو شبه مش هيعدي على ريزيستنس اصلا، هو اكنه كده ايه، الريزيستنس بتاعته بقت قليله جدا، تمام؟ فمعنى كده ان انا كل ما هتحرك من A ل B، الريزيستنس بتاعتي او اللينس بتاع الواير اللي انا بعدي عليه هيقل، بتاع الكويل يعني. فبما اننا عارفين ان احنا ال V بتساوي R في I، لو انا عايز اجيب اي حاجه في سايد لوحدها، مثلا هقول ان ال R بتساوي ال V على ال I، ال V كده كده بالنسبة لي هي ثابتة، فأنا لما هاجي أبص، أنا لما الريزيستنس عندي هتقل، احنا عارفين إن كده كده هي inversely مع ال I فهتزيد، فالإجابة بتاعتي ساعتها هتبقى C. في question 47 هو بيقول إن احنا عندنا conductor، أو يعني نقدر نعتبره سلك، بس هي الأريا بتاعته مش منتظمة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، تمام؟ هو عايز يعرف انهي اختيار من دول صح، هل هي بتساوي رو اي ال على ايه، ولا ايه بالظبط في الحاجات دي. طيب فاحنا عايزين نبدأ نفكر بره الصندوق شوية، بمعنى انا هعتبر ان السلك هو يعتبر كله على بعضه نوعا ما، يعني الاريا بتاعته بايه، تمام؟ سلك عادي جدا. طيب لما هنيجي نفكر، احنا عارفين ان انا لو هاجي اعرف الريزيستنس بتاعت سلك اللينس بتاعه هيبقى ال والاريا بتاعته ايه، فالريزيستنس بتاعته بتساوي رو ال على ايه، دي كده الريزيستنس بتاعته بالظبط، تمام؟ طيب احنا عارفين ان انا كل ما هزود الاريا شويه، كل ما هزود الاريا شويه، كل ما الريزيستنس هتقل، فهي اكيد اكيد هتبقى حاجه اقل من رو اي ال على ايه، تمام؟ دي طريقه في التفكير. طيب لو احنا عايزين نحسبها يعني كرقم تحديدا كام، فهنضطر نجيب افريج. يعني ايه هنضطر نجيب افريج؟ يعني نمسح بس ال عايزين نمسح الكلام ده كده عشان نعرف نكتب. طيب دلوقتي عايزين نحسب الافرج، فانا هعمل اكني هاخد اريا في النص هنا كده. طيب ايه اللي بين ال 1 وال 2؟ ال 1.5 صح، فانا هاخد اريا ب 1.5 a، فهقول ان ال r بتساوي رو e l على 1.5 a، اللي هي اكنها يعني رو e ال على 3 over 2a، ال 2 دي هتطلع فوق فهتبقى عبارة عن 2 over 3 رو e ال على a. في question 64 هو بيقول ان انا عندي كيوبويد، على سوليد كيوبويد او هو كوندكتور كده كده اكيد، فهو رسم لي 3 باسز وعايز يعرف اني باس فيهم عبارة عن او بيديني اعلى ريزيستنس، تمام؟ طيب احنا بس عايزين نفهم فكرة الايه، انا لو انا عندي سلك بالمنظر ده كده، تمام؟ فالاريا لو هو طبعا الكارنت ماشي جوه السلك، فانا عندي الاريا هي الحتة دي، واللينس هو ايه، الطول ده، تمام؟ يعني ممكن يبان كلام بديهي شوية، بس ايه، ركزوا معايا، ايه الاريا هي الحتة اللي الكارنت دخل فيها كده، اللينس هو طول السلك كده كده عادي. فاللي يبقى معنى كده ان انا عندي الاريا واللينس هيفرقوا معايا على حسب انا بتكلم على اي اتجاه، انا ماشي من فين لفين، تمام؟ طيب نبدأ نمسك بقى باس هو كده حاططهولي ونشوف.
هو دلوقتي لو ركزنا على plus 1 فهو الاريا بالنسبة لي هو المربع ده كده، المربع ده اللي هو فيه سايد عبارة عن L وسايد تاني عبارة عن 2L. فأنا لما هاجي أحسب ال resistance ال plus 1 فهقول إن ال R هتكون بتساوي كده كده، احنا بنتكلم على نفس الكيوبويد في كل الاختيارات اللي احنا هنعملها، فكده كده هي نفس الرو E يعني. تمام، اللينس هو الحتة اللي يمشيها دي كلها اللي هي كام، اللي هي بتلاتة ال، فهيبقى تلاتة ال على الاريا هي عبارة عن 2 ال في ال اللي هي هتبقى 2 ال سكوير. تمام، لو انا هحب اختصر الكلام ده كده او اظبط شكله شوية فهيبقى عبارة عن 3 over 2 رو اي، مفيش ال هنا، ال تحت على ال. تمام، ده كده ايه، ده كده اول باس. طيب نيجي نبص لايه، لباس 2. باس 2 اللي هو اللي فوق ده، دي الاريا اللي الكرنت دخل فيها او بيعدي منها يعني، واللينس. طب الاريا الاول، الاريا هي عبارة عن 3 اي سوري 3 ال مع ال. تمام، واللينس هي الحتة اللي مشيها دي كده كلها اللي هي عبارة عن كام، هو ايه اللي انها عبارة عن 2 ال. فهنيجي نبص او لما هنيجي نحسب الريزيستنس بتاعت باس 2 فبنفس الكلام كده بالظبط، هلاقي ان الار بتساوي كده كده متفقين ان هي نفس الرو اي، اللينس احنا لسه قايلين ان هو 2 ال على الاريا هي عبارة عن 3 ال في ال اللي هي عبارة عن 3 ال سكوير. فلما هاجي برضو اظبط شكل الكلام ده كده هيبقى عبارة عن 2 over 3 رو اي على ال. طيب اخر حاجة خالص وهو باس رقم 3، هو باس رقم 3 هو معدي من الظهر وجاي لي من الوش اللي في وش ده كده حرفيا يعني، اللي هي يعني ايه الاريا اللي انا بعدي عليها هي الاريا دي كده اللي هو عبارة عن 3 ال في 2 ال، وكده كده اللينس اللي انا بعدي عليه هو العرض بتاع الكيوبويد اللي هو كان بكام، اللي هو كان بال. طيب فلما هنيجي نحسب الريزيستنس لباس 3 فهقول ان الار بتساوي رو اي كده كده زي ما متفقين، اللينس احنا لسه قايلين ان هو ال، والاريا هي عبارة عن 3 ال في 2 ال اللي هي ب 6 ال سكوير. فلما هاجي اظبط شكلها هلاقي ان انا عندي ان الار بتساوي 1 over 6 رو اي على ال. فكده كده كلهم عبارة عن حاجة مضروبة في رو اي على ال، لكني بقول تفاحة تفاحتين نص تفاحة كده يعني. فانا لما هاجي ابص هبص على الريشيو بس على طول، فطبعا اكبر ريزيستنس فيهم زي ما هو باين عندي هي اول واحدة، فساعتها يبقى الاختيار عندي هو ايه اللي هو باس 1. في question 74 هو بيقول ان انا لو انا عندي واير الريزيستنس بتاعته ار وبيستهلك باور بي ومتوصل عليه بوتنشال ديفرنس بفي، فبيقول لو انا عندي الواير ده از درون يونيفورملي، واحنا عارفين ان درون دي كلمه من الكلمات او الكيوردز بتاعت الريشيبنج. تمام، فبيقول ان اللينس عندي زاد للدبل، يبقى انا في الاول كان عندي الريزيستنس بتاعته بار واللينس بتاعه كان بال، فلما هو جه سحب هو طبعا كده كده هنحتاج نعرف الريزيستنس بكام، فبيقول ان اللينس بتاعه بقى الضعف بقى 2L. هو هنا بيقول لي ان الفي لسه سايبها ثابته زي ما هي، عايز يعرف الباور حصل له ايه. طيب دلوقتي انا طبعا لما هاجي ابص قوانين الباور عامه كحاجه فيها رش والكلام ده لازم ابدا افكر ايه اللي ثابت عندي، ده سواء دلوقتي او حتى قدام لازم افكر ايه اللي ثابت عندي عشان ابدا اعرف اقارن. فانا هلاقي ان انا عندي الفي، فساعتها انا هستخدم القانون اللي هو بتاع ان الباور بيساوي في سكويرد على الار. تمام، فانا كده معايا قانون في الحاجه الثابته اللي عندي وفي الباور والار اللي انا بقارن ما بينهم دلوقتي. طيب انا هستفاد من الار في ايه؟ هو قال لي ان ده، او احنا فهمنا ان ده سؤال ريشيبنج اللي هو ايه، احنا عارفين انه بسبب كلمه درون يعني. طب ايه هي قوانين الريشيبنج اصلا؟ ان مثلا r2 على r1 بيساوي l2 على اريا في اريا 1 على l1 في اريا 2 اللي هو الحاجة اللي فوق اللي هي ال بتاخد نفس الرقم والاريا بنعكس الرقم. فحاجة او طريقة سريعة عشان نعرف بيها القانون ده او نحفظ تكملته عاملة ازاي، فيا اما باخد الجزء الاولاني ده كده على بعضه سكوير، يا اما الجزء التاني على بعضه سكوير او لوحده يعني كده سكوير. بمعنى ان انا هقول ان باقي القانون هو يا اما عبارة عن ال2 سكويرد
over L1 squared أو area 1 squared بنفس الأرقام اللي تحت عادي، ف area 1 squared على area 2 squared. تمام. طيب أنا هفكر إزاي هستخدم أنهي قانون في دول؟ بستخدمها على حسب الجيفن اللي هو مدهوني، يعني هو اداني جيفن بالنسبة لللينس بس، فأنا ببساطة جدا هستخدم القانون بتاع ال. كده كده تعرف تصرف نفسك وتستخدم أي قانون فيهم، بس اللي هو دي الفرهدة يعني أضمن وأسرع وكده، استخدم القانون اللي هو أسهل لك على طول أو اللي هو مديلك عنه جيفن على طول. فأنا هستخدم القانون بتاع اللينس، فهقول إن أنا عندي إن الـ R2 بتساوي R1، أو خليها R بما إن R1 بـ R، بتساوي L2 squared. L2 squared دي اللي هي كام؟ اللي هي بـ 2L، فلما هاجي أعمل سكويرنج هعمل سكويرنج على 2L على بعضها، فهتبقى 4L squared over L1 squared اللي هي L squared عادي، فهلاقي ان انا عندي ال L2 squared طالت مع ال L2 squared، فبقى الكلام ده بيساوي ال 4، فهتبقى R2 بتساوي 4R. طيب ما معنى كده ان انا ال resistance في الاول عندي كانت ب R زادت ب 4R، واحنا عارفين ان الباور هو inversely مع ال resistance، يبقى اكيد الباور هيقل يبقى 1 over 4، فالاجابة بتاعتي هتبقى دي. في question 8 في الاسي هو دلوقتي بيقول لو انا عندي سيركت بالمنظر ده، احنا قافلين كي 1 وفاتحين كي 2، وبيقول لي ان لامب واي عندها ريزيستنس اكبر بكتير من ايه، من لامب اكس، فعايز يعرف ايه اللي هيحصل لقراية الاميتر اللي هو ده طبعا، وقراية الفولتميتر اللي هو ده، يعني ده كده الفولتميتر بتاعي وده كده الاميتر، بما ان ده متوصل في السيركت على طول، وده سوري وده متوصل اللي هو اكنه بره السيركت او ماسك حاجه. تمام. فانا عايز يعرف لو انا بقى عكست، لو انا فتحت كي 1 ده وقمت جاي قافل كي 2، ايه اللي هيحصل للقرايه بتاعت الاميتر والقرايه بتاعت الفولتميتر. طيب دلوقتي انا في الاول خالص لو حابين نرسم السيركت دي بشكل يبقى مبسط شوية، فلو جينا قلنا ان احنا كده كده عندنا الاميتر الجميل بتاعنا هنا، وانا كنت موصل لو هنخليه في نفس المكان، وانا كنت موصل فولتميتر هنا، وخلينا نقول ان دي كانت لامب اكس. تمام. هي كانت عندها ريزيستنس صغيرة، فكان في كارنت معين ماشي. تمام. طيب انا لما اجي افتح الكي اللي هو كي 1 ده، فانا اكني بالظبط بالظبط قمت جاي شايل الريزيستنس دي، شلت اللمبه دي خلاص ما بقتش موجوده معايا في السيركت. طيب انا قفلت اني كي بعدها، انا قفلت كي 2 اللي هو في ايه، نعملها بلون تاني، اللي هي في لامب واي اللي هي طبعا عندها ريزيستنس اعلى بكتير من التانية. تمام. فمعنى كده ان انا زودت الريزيستنس، وكده كده البطاريه عندي هي في ثابته صح، فمعنى كده ان الريزيستنس زادت الفي ثابته، يبقى اكيد اكيد الاي هتقل، يبقى قرايه الاميتر ده هتقل. طيب بالنسبه للفولتميتر، الفولتميتر لو احنا جينا بصينا عليه من فوق فهو ماسك البطاريه، واحنا عارفين او لسه قايلين ان البطاريه عندها في بي ثابته، فمعنى كده ان كده كده قرايه الفولتميتر مش هتتغير. لو احنا عايزين نعملها بتفسير تاني، هرسم بس سيركت اكبر شويه كده على جنب معلش. لو انا افترضت ان انا عندي الكترون طالع من هنا، لو انا افترضنا مثلا ان دي بطارية 12 فولت، فانا عندي الكترون طالع من هنا شايل 12 فولت تمام بتوع البطارية عادي، فهو هيمشي يمشي 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 ويعدي على الريزيستنس. لو فرضنا ان دي مثلا ريزيستنس اكس في الاول، فهو المفروض ان هو مفيش غير الريزيستنس دي في السيركت، فهو كده كده هيصب فيها ال 12 فولت كلهم، وبعد كده الالكترون يخرج فاضي يرجع يشحن نفسه تاني من ال يرجع يفتح نفسه تاني من البطارية، يطلع 12 فولت ويعيد نفس اللفة تاني. تمام. يعني هو فضى شحنته كلها في الريزيستنس الوحيدة اللي لقاها في طريقه كده كده. تمام. لأن هو لازم يرجع للبطارية فاضي. طيب لو احنا شلنا الريزيستنس اللي هي اكس دي وحطينا مكانها ريزيستنس تانية اللي هي واي أكبر شوية، فبرضو الإلكترون اللي طالع من البطارية هو كده كده هيطلع 12، وكده كده هيعدي على الريزيستنس، هي مفيش غيرها حتى لو هي قيمتها اكبر، هو هيفضي كل اللي عنده فيها، فهيخرج منها زيرو ويطلع يروح للبطارية يشحن نفسه تاني وهكذا. معنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان دايما دايما الالكترون هيفضي شحنته كلها في الريزيستنس دي
بما انه هو مفيش غيرها، وكلمة ان هو يفضي كل اللي عنده دي هي اصلا معناها كل اللي عنده ده هو جايبه من البطارية اللي هي فاليو ثابتة. فالفولتميتر اللي احنا موصلينه هنا ده، سواء لو احنا زي ما قلنا في الاول هنبص للبطارية على طول فهو كده كده ثابت، او باصص للريزيستنس اللي تحت بغض النظر عن قيمتها كام، فكده كده قرايته هتفضل ثابتة. بالنسبة لكويستشن 12 فهو بيقول ان هو عندنا ستودنت بيحاول يستخدم التول اللي قدامنا دي كلها عشان يستدي ازاي الريزيستنس اوف واير اي بي بتتغير مع اللينس، تمام؟ عايز يعرف الكابتن ده ايه لازمته في السيركت، وعايز يعرف الجهاز اللي هو زد وام دول عبارة عن ايه، تمام؟ طيب نبدأ نفكر كده بالراحة. مش انا المفروض ان ده لو انا جيت حطيته هنا او جيت حطيته هنا او ايا كان، يعني انا بتحكم فيه في اللينس بتاع الكوندكتور ده، اللينس اللي هيمشي فيه الكرنت. بمعنى انا عندي بطارية هنا اهي، تمام؟ فالمفروض ان الكرنت هيخش يعدي في الجهاز ده، هيمشي هيبدأ عند اول الكوندكتور، هيمشي في ايا كان المكان اللي انا محدده له، هيخرج بعد كده في السلايدر، وبعد كده يرجع تاني للبطارية. دي شكل السيركت بتاعتي، تمام؟ فانا الاكس ده هو عبارة عن سلايدر او حاجة انا بتحكم فيها في اللينس بتاع الواير. فده كده اجابة اول سؤال يعني. طيب لو انا عايز ارسم السيركت دي عشان تبقى واضحة بالنسبة لي وحتى نشرح عليها الاجهزة يعني، فانا عندي جهاز هنا كده، وبعد كده عندي هنا الكوندكتور الطويل اللي هو رسمهولي ده وسايبه في الهواء يعتبر، وبعد كده عندنا من ناحية تانية السلايدر بتاعي ده، وواخد كده حتة منه من النص حاطط لها جهاز كده تاني لوحدها، لسه عايزين نعرف هو ايه، تمام؟ على احنا مش عارفين يعني. ف هنيجي نبص هنلاقي ان انا ممكن السلايدر ده احطه هنا، ممكن احطه هنا، ممكن احطه في اي مكان يعجبني. فالكرنت وهو طالع هيطلع من البطارية، هيخش في الريزيستنس، هيمشي في السلايدر ويرجع تاني للبطارية. دي شكل السيركت اللي انا بتكلم عليه، تمام؟ طيب دلوقتي الجهازين بقى اللي عندي اللي هما ده وده، دول عبارة عن ايه؟ اللي هو جهاز زد وجهاز ام. ام هو باين جدا ان هو حاجة كده متشعلقة في النص، بقيس بيها مثلا حاجة هنا او بقيس بيها حاجة على ريزيستنس، فده اكيد الفولتميتر، تمام؟ طيب عندي هنا جهاز تاني هو يعتبر كده كده معايا في السيركت الاساسية بتاعتي، فهو ده اللي احنا عارفين ان هو عبارة عن الاميتر. في question 18 هو بيقول ان انا عندي سوليد كيوب السايد لينس بتاعه 10 سنتيمتر، هو قال لي ان اللينس ب 10 سنتيمتر فهحولها على طول اللي هي ب 0.1 متر، وبيقول ان هو معمول من ماتيريال الريزيستيفيتي بتاعتها ب 10 باور نيجاتيف 7 ب 10 باور نيجاتيف 7 اوم دوت متر، هاز بين شيب انتو ا سلندريكال واير، هو اتعمل على شكل سلندر. الريزيستنس بتاعته قال ان هي ب 20 اوم. عايز يعرف اللينس بتاع الواير بكام. طيب هو دلوقتي احنا عارفين ان الريزيستنس الار هي المفروض انها بتساوي الرو اي ال على ايه، تمام؟ الار هو الدهاني والرو اي هو مدهاني، ال بيسأل عنها، فانا اللي انا محتاج ادور فيه او استفسر عنه هي الاريا. طيب خلينا نفكر فيها كده دلوقتي. لو انا عندي كيوب، لو انا عندي كيوب كده صغير انا سيحته وحولته لسلندر، تمام؟ ايه الحاجة اللي بالنسبة لي هتفضل ثابتة؟ الفوليوم بتاعه، تمام؟ الفوليوم. فانا محتاج احسب الفوليوم بتاع الكيوب ده عشان ابدأ استفاد منه. هو قال لي ان اللينس بتاعه ب 0.1 متر طبعا، فلما هاجي احسب الفي، والفي يعني عملت بس الشرط دي عشان افرق بين الفي اللي هي فوليوم والفي اللي هي بوتنشال ديفرنس يعني. فعارفين ان الفوليوم بتاع الكيوب هو عبارة عن ال باور 3، يبقى هو بيساوي 0.1 باور 3 طبعا في متر ايه، كيوب. فده كده الفوليوم. حلو، احنا المفروض ان نفس الفوليوم ده هو هيبقى بتاع السلندر، واحنا عارفين ان السلندر عامة لو انا هرسمها بشكل اكبر شوية الفوليوم بتاعها هو عبارة عن البيز اريا تايمز الهايت او اللي هو ايه اللينس بتاعه، تمام؟ ده ال. فانا عارف ان نفس الفوليوم ده
هو بيساوي الاريا اللي هي اللي احنا بندور عليها هنا دي مضروبة في اللينس. تمام، يبقى انا هاجي ابدأ ابص بقى كده بالراحة. انا دلوقتي عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. طيب ما انا عارف ان الاريا دي، انا عارف اصلا ان الفوليوم هو بيساوي اريا في لينس، يبقى معنى كده ان انا ممكن اجيب اسيب الاريا في سايد لوحدها، فابقى عارف ان الاريا بتساوي الفوليوم على اللينس. فساعتها هقوم جاي قايل ان رو اي ال اوفر في اوفر ال. تمام، دي اللي هي ايه، دي اللي هي الفوليوم. طيب ما دلوقتي ال ال دي ينفع تطلع فوق، فساعتها اقدر اقول برضو ان ال ار بتساوي رو اي ال سكويرد على الفوليوم. طيب كده كل الحاجات اللي عندي بقت معروفة، انا الريزيستنس معايا، الرو اي معايا، واللينس ده كده كده اللي احنا عايزين نحسبه اصلا، والفوليوم احنا لسه حاسبينه. فلما هاجي اعوض كده هلاقي ان انا عندي، ممكن الاول وهي هي زي ما هي كده بالموز اجيب اللينس في سايد لوحدها عشان الاقي الدنيا لذيذة يعني. فزي ما المستر كان قال لكم ان انا لو انا عندي حاجة فوق، فانا ممكن ان انا اجيب الحاجة اللي هنا دي جنبها واعكس كل اللي حواليها. بمعنى ان انا لو انا هطلع ال ال سكويرد دي بره، فانا هقول ان هي بتساوي، هجيب ال ار مكانها هنا واعكس كل اللي حواليها، ال في هتطلع فوق، الفوليوم هيطلع فوق، والرو اي هتنزل تحت. بس طبعا عشان عايز اشيل السكوير فهعمل هنا سكوير روت، طبعا اعوض بكل حاجه. انا معايا الارقام، معايا ان الفوليوم ب 0.1 باور 3، معايا ان الار ب 20، معايا ان الرو ب 10 باور نيجاتيف 7، فهيطلع لي في الاخر ان الريسستيفيتي تقريبا ب 442.21 تقريبا، يعني مش فاكر الرقم بالظبط، بس هيطلع حاجه في الرينج ده. في كتاب الوسام question 15 هو بيقول ان انا عندي current of i ماشي في كوندكتور الطول بتاعه ال، والكروس سيكشن اريا بتاعته كانت في الاول 3a، او مش في الاول، هو ده حاجه وده حاجه يعني. بيقول لو نفس البطاريه، نفس البطاريه اتوصلت بالكوندكتور بكوندكتور مختلف من نفس الماتيريال، يعني نفس الريزيستيفيتي، وبيقول ان الكرنت ساعتها اكتشف او لقى ان الكرنت ساعتها بقى بثلاث اضعاف، بقى 3i، عايز يعرف ده ايه تفسيره او ليه الكلام ده حصل. طيب واحده واحده كده، احنا عارفين ان ال v بتساوي i في r. تمام، طيب عشان اعرف اقارن كده هجيب الحاجتين اللي انا بقارن بينهم اللي هي ال i وال r، اي حاجه فيهم في سايد لوحدها، ال v كده كده عارفين انها ثابته، فهقول ان مثلا ال i هي بتساوي v على r. طيب ال v كده كده ثابتة عندي، ال i هو بيقال انها زادت 3 اضعاف، يبقى انا اكيد اكيد متأكد ان ال r قلت 3 اضعاف. تمام، يبقى انا هو مديني هنا لينس ولينس ولينس وكذا اريا، فانا محتاج اعرف الريزيستنس بقت عاملة ازاي او بقت مختلفة ازاي، او انا عارف انها قلت 3 اضعاف، فانا هدور على واحدة من دول تخلي لي الريزيستنس قلت 3 اضعاف. مش حاجة اسمها قلت 3 اضعاف، قلت للتلت. تمام، معنى كده ان هو ايه، ان انا عارف ان الريزيستنس في الاول خالص هو قال ان كان اللينس بتاعه ال، عندنا رو اي ال على 3 ايه، يعني لو انا عايز اخلي شكلها نضيف شويه هقول ان هي 1 اوفر 3 رو اي ال على ايه. حاولوا تتعودوا على الحركه دي، اللي هو ان انا اخلي الحاجه لو انا هبدا اقارن وكده اخلي عندي الفراكشن لوحده والرموز كده لوحدها في حته لوحدها عشان اعرف اقارن او كده، وهتنفعكم قدام كتير خصوصا في شابتر 2. طيب كده انا عرفت ان R1 في الاول خالص هي كانت اصلا بتساوي 1 over 3 RE إلا على ايه. طيب واحنا لسه متفقين ان هي قلت للتلت. تمام، يعني معنى كده ان انا مستني ان انا ادور ان R2 بتساوي 1 over 9 سوري رو E إلا على ايه. تمام، نبدأ بقى ندور في الاختيارات ونشوف احنا عندنا في اختيار ايه. اول حاجة بيقول ان السكند كوندكتور ده عنده لينس 2L وعنده كروس سكشنال اريا ب 18، فلما هاجي احسب هقول ان الار بتاعته دي هتبقى بتساوي رو اي في 2L على 18A. طيب لما هاجي انضف الكلام ده كده برضو هلاقي ان هو عبارة عن سبحان الله 1 اوفر 9 رو اي الا على ايه، وده اللي انا محتاجه اصلا، وكده اكون ايه الحمد لله حلينا السؤال من اول اختيار. في question 44 في الوسام برضو هو بيقول ان انا عندي a conductor of non uniform shape. هو في الاول كده الradius بتاع الدايره اللي الكرنت داخل منها كان ب r،
او R1، وبعد كده طلع بقى R2 اللي هو قال انها ضعف R1، تمام. هو قال ان هنا بقى R2 ضعف R1، فبيقول لي ان الكارنت انتنسيتي I1 ماشيه في ماشيه من النارو سيكشن وطالعه الناحيه التانيه، فهو عايز يعرف ايه العلاقه ما بين او ايه الريشيو ما بين I1 و I2. طيب طبعا انت هتفتكر السؤال بتاع المعاصر، فممكن نحسب الافريج اريا مثلا، او ممكن حاجات كده كتير. طبعا يعني مبروك عليك الصفر بجد، يعني هاين عليا اجيبهولكو، بس ايه بلاش عشان النفسيه في اول السنه وكده. انا اقصد ايه، اقصد ان هو دلوقتي ده الكرنت صح، يعني مش ده كده كده يعني يعتبر اكنه سلك بالنسبه لي، سلك واحد، فالكرنت اللي ماشي من هنا هو كده كده ماشي، هو ما تقسمش او ما تجزاش او ما حصلوش اي حاجه تخليه يتغير، فالمفروض الريشيو تفضل 1 تو 1. طيب لو حد مش مجمعها قوي، فاكرين احنا اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في الالكتريستي في الفيزيكس يعني السنه دي، فلو فرضنا ان انت كان عندك سيمبل سيركت بالمنظر ده كده، تمام، وفي كارنت ماشي، الكارنت هو هو نفسه في كل الدايره، يعني السلك مثلا هنا ما عندوش ريزيستنس كبيره ولا حاجه، هنا في ريزيستنس كبيره، هل ده اثر على الكارنت؟ مش هياثر على الكارنت في حاجه، كده كده نفس التشارج بتعدي في الثانيه الواحده. فمعنى كده ان احنا عارفين ان الاي ثابت، هو يعتبر مثلا لو انا همثل الشكل اللي هو مدوني فوق في السؤال ده بشكل حاجه، فهو مثلا حاجه عندها ريزيستنس صغيره شويه في الاول، بعد كده عندها ريزيستنس اكبر شويه، بعد كده ريزيستنس اكبر واكبر، بس هو في الاول وفي الاخر هو نفس السلك، فكده كده نفس الاي ماشيه فيهم كلهم، تمام. ده كده اول سؤال. طيب تاني سؤال اللي هو 45 ده، عايزين بس ننظف مكاننا كده شويه. هو عايز يعرف الريشيو ما بين السبيد بتاعت الالكترونز اللي داخله من النارو سيكشن وخارجه، للسبيد يعني اللي خارجه من الناحيه التانيه، تمام، يعني كفايه مسح لحد كده. هو عايز يعرف لو انا عندي الكترونز داخله من هنا وهتخرج من الناحيه التانيه، عايز يعرف الفلوستي هنا على الفلوستي الناحيه التانيه بكام. طيب لو فاكرين من تانية ثانوي كان عندنا حاجه كده اسمها الكيو، اللي هي الفلو ريت، اللي هي كان بتساوي ايه، كان بتساوي الاريا في الفلوستي. طيب بمعنى ايه، دلوقتي لو احنا اعتبرنا ان احنا عندنا في ناس كتير قوي مطالبين ان هم يعدوا من الباب ده في نفس الثانيه، او مش في نفس الثانيه، انا عارف ان انا دايما دايما بيعدي لي مثلا 5 اشخاص كل ثانيه، هم كده كده هيعدوا طبعا، قدهم هيخرج الناحيه التانيه، فالحته دي بابها ضيق، فاكيد الناس اللي داخله من هنا هتعدي، هتعدي بالراحه، سوري هتعدي بسرعه لان الباب ضيق، فهم عايزين يعدوا كلهم، على عكس الباب الواسع اللي هناك ده، ان هو كده كده الناس خارجه براحتها، فيبقى خارجين بفلوسي قليله شويه. طيب اقصد ايه من كلامي، اقصد ان انا عندي الفلو ريت ثابت، اللي هو قد ايه تشارج، يعني هتتلخبطوا بين كيو وكيو، يعني عندي قد ايه تشارج بتعدي في الثانيه الواحده، تمام. فمعنى كده ان انا ساعتها هيبقى عندي، يعني دي كده كده رقم ثابت، لان احنا متفقين من شويه ان الاي رقم ثابت، والاي هي عباره عن ان عندي كام كيو بيعدي في الثانيه الواحده، تمام، كام كولوم بيعدي في الثانيه الواحده. فمعنى كده ان انا عارف ان الكيو ثابته، فاقدر اقول ان انا عندي اريا 1 في 1 بتساوي اريا 2 في 2، او بمعنى لو انا هاخدها ريشيو فهقول ان انا عندي هو عايز في 1 على في 2، في 1 على V2، ما ارجع مش ايدي فاضية، فهقول ان انا عندي A2 على A1. طيب A2 بكام؟ A2 هي عبارة عن باي ال R اللي هو قال انها ب2R1 على طول سكويرد، بس السكوير ده على ايه؟ عليهم كلهم، فمعنى كده، معنى كده ان دي كده اكنها 4R1 سكويرد، تمام، اوفر الاريا بتاعت الجزء الاولاني هو اريا 2 على اريا 1، فهتبقى عبارة عن باي R1 سكويرد، فهلاقي ان R1 طارت مع R1 والباي طارت مع الباي، فهلاقي ان انا عندي الفلوستي 1 بتساوي 4 اضعاف فلوستي 2، وده اللي احنا استنتجناه مع بعض من الاول، ان كده كده طبيعي تبقى في V1 هنا اسرع، لان الباب ضيق فالالكترونز عايزة تعدي اسرع، عشان انا كده كده عندي كمية معينة بتعدي في الثانية الواحدة. ده كده كان اخر سؤال معانا، وبالتوفيق إن شاء الله.